عم طالب؟ شو هذا اللي سمعته يا عم طالب؟ وين البرد؟ الله وكيلك كانت عم تلعب قدامنا وفجأة ما عدنا لقيناها، قلبنا الدنيا عليها فوقاني تحتاني وما كنا نلاقيها. الله وكيلك وين بدك تروح يعني؟ لك وين؟ والله دورنا عليها أوضة أوضة ببيت الموني على الأسطوح. الله وكيلك ما كنا نلاقيها، ما كنا نلاقيها. برندي دوري عسى تكون نايمة هون هون هون. حركي. وين البنات؟ مريم وصالحة وينهم؟ بعدتهم يدوروا عليها عند الجيران. صالحة صالحة لقيتيها؟ لا. وانتي؟ لا امشي يا بي. شو يا بي؟ اختي وش السعد مالها اثر بكل بيوت الحارة يا بي؟ الله اكبر. قولي على امتي، قولي على طولي. لك حاجة ما قولي على امتي. لك لا تفوني على البنات. يمكن هي، يمكن هي. دخيلك يا رب، دخيلك يا رب، دخلك يكونوا لقوة. السلام عليكم عمي. عليكم السلام. اجينا نطمن على صغير عمي. لحد هلا ما صار شيء، ما لقيناها. لا حول ولا قوة. سعيد خبري اللي سمعناها؟ هذا اللي صار يا اخوان. وين بدها تروح يا عمي وين؟ خلونا ندور عليها احسن واقفين هون. يلا يا رجال. انا رايح على المخفر. يلا يا عمي. يلا. يا اهالي العلوات الكرام. يا اهالي العلوات الكرام. بتاخوك ابو طالب وش السعد ضايعه، واللي بيلاقيها اجره وثوابه على الله. يا لا حول ولا قوه الا بالله. شو هالخبريه اللي ما بتنسميها؟ الله اكبر الله اكبر. هي البنت كثير عزيزه على قلبهم ابو طالب. شو السيره يا مختار؟ والله انا خبرت مثلي مثلكم، هلا رايحين لعند عمكم ابو طالب لنعرف شو السر. ايوه الله يكون بعونه. امين. الله يرضى عليكم يا عميم. يلي بيسمع اي شيء عن صغيره يخبرنا. لك لك على المختار. شرف اخي عبد الله. هلا بيكون ابو طالب قلبه فاير من القهر والزعل، بلكي بتخفف عليه شوي. شرف سيدنا شرف. منين اجتوا هالمصيبه؟ لا حول ولا قوه. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. الله لا يضره. امين امين. علي اخي كيفك حمزه؟ الله يرضى عليك. ما شاء الله. مين البنت الحلوه اخي؟ ايوه ان شاء الله اشوفك حامل اولادك على ايدك قبل ما اموت بجاه سيدي ربي. يو مين هالبنت الحلوه؟ بنت تاجر حلبي صاحبي يا عمو. هاتي عنك. ايه اهلا وسهلا. وشو جاب هالبنوته الحلوه بقى من حلب للشام يا روح امك؟ ابوها نزل على الشام يا عمو عنده شويه شغل. ايه قام جاب معه العيله. حاكم مرته شاميه، وقال الصبح هو طالع من البيت دبقته صغيره الا بدها تطلع معه، قام حن قلبه عليها ونزلها معه على الفرن. الظاهر انه مدلله عنده كثير. ايه هو عندي بالفرن اجته شغله مستعجله، قام تركها عندي، قال بيبقى بيرجع بياخذها بعدين. ايه اهلين وسهلين ومرحبتين بالامور الحلوه الظريفه. ما شاء الله شو حلوه البنت. قولوا بسم الله يا جماعة، قولوا بسم الله. أم كأنه صغيرة جوعانة يا أموها. ما عاش الجوع. تعي تيتي. روحي يا عمو روحي. تعي تعي لعندي. تعي تعي. أهلين وسهلين. إي والله ونحن كمان جوعانين. بس أخوك حمزة الله يرضى عليه وعلى اسمه ما قبل يقعد على الصفرة وأنت مالك موجود. شو علي؟ شرفوا أخي يلا شرفوا. السلام ورحمة الله. بشر بشر مجد أفندي بشر. دورياتنا تحرقت على البنت بالحارة والحارات المجاورة وما تركوا مكان يعتب عليهم. أعطيني من الآخر يا ماجد أفندي، لأنه ما بقى على طريقي شيء. للأسف يا أبو طالب لحد هاي اللحظة ما في أثر للبنت. يا لطيف. لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني راحت البنت يا ماجد أفندي؟ راحت؟ وحد والله وحد والله يا جماعة. خلي الرجال يكمل كلامه. نحن راح نتابع تحرياتنا وما راح نتوانى أبدا، ولو البنت مثل بنتي وأعز يا أخوان. كفو كفو يا أفندي وفضلك سابق. أنا أرسلت برقيات لكل مخافر الشام وعممت عليهم مواصفات البنت. ماجد أفندي بدي كلام شافي، كلام شافي ومحدد الله يرضى عليك. بدنا نطول بالنا يا أبو طالب.
بدنا نطول بالنا لبين ما يجينا رد من مخابر الشام. وإمتى رح يصلكن الرد؟ يعني بكرة أو بعد بكرة على أبعد تقدير بيصير عنا خبر وإن شاء الله خير. الله أكبر، نهد حيلي يا جماعة. ماجد أفندي، بترجاك تهتم بالموضوع. أنا بوعدك أني اهتم بالموضوع بذات نفسي، وما رح يهدالي بال لبين ما يلاقي البنت. يا مو عباس، يا مو عباس. خير يا مو؟ كأنه أبو هلا البنت تأخر. مزبوط يا مو، مزبوط، الحق بإيدك، تأخر أبوه الله يصلحه. طيب شو بدنا نعمل؟ حرام البنت نعسة. نيمية يا مو، نيمية، بس أنا إجا أبوها بيعود بياخدها. هيك قلتها؟ إيه يا مو، إيه خطي، هاي البنت صغيرة ما بتتحمل السهر. يا مو حمزة، قوم اعمل كاسة شاي لأخوك الله يرضى عليه. حاضر يا مو. الله يرضى عليك يا حمزة. مينو هاد؟ افتحي الباب. يو، مينو انت وشو بدك؟ بدنا محسن موجودا. شو بدكم من محسن لك ابني؟ هلا بلا كتر حكي وافتحي الباب، اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونهد البيت فوق روسكم، ويكون بعلمك البيت محاصر من اربع جهاته وما في مفر. محسن ماله هون يا ابني. نحن متاكدين من وجوده بالبيت، واذا ما سلم حاله رح نهد البيت فوق روسكم. ها يو، ليش شو عامل محسن؟ بعدين بتعرفي شو عامل. بس ماله هون لك ابني؟ والله ماله هون. اذا كنتي سادة بكلامك افتحي لنا الباب وخلينا نفوت نتاكد. بس يا ابني ما بيجوز تفوتوا على الحريم، انا لحالي. لك هلا حنخلع الباب ونفوت بالقوه. ما بيصير الحكي، شو هاد؟ اذا ما فتحتي الباب رح نخلع الباب ونفوت بالقوه يا حرمه. طيب لحظه لاخذكم طريق، لحظه. الله كمل عليهم اذا على راد يا مو. انا جاي معك اخي، جاي معك. جيب السلاح بطريقك حمزه. لا يا عباس، اخوك صغير على هالدعكه دخيلك. لا يا مو لا، حمزه صار بضاي ورجال، مي حلوه يضل قاعد بالبيت ورجال برا بالحاره عم تتقاتل. قول الله اخي، قول الله. دعينا يا مو، دعينا. الله معكم، الله يحميكم، الله ينصركم على عداكم. يا ربي دخيلك، يا ربي دخيلك تحميك.
العريس. الله معك، سلم على أبوك يا مجد الروح. الله معك يا أمي، الله معك يا أمي، الله معك، الله معك، الله معك، الله معك، الله معك. سلم على أبوك يا بعد عمري، سلم على أبوك يا عمري. بيكون لقاها ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله مشان الله ترد لي خبر. الله يوفقك. خلاص خلاص بخبركم. الله معك، الله معك، تقبرني. الله معك. يا رب يا رب دخيل اسمك، يا رب دخيل اسمك تحملي هالرجاله. ولي على قامتي عليه انه امها نامه ولا ذا طعم الاكل. ولي على قامتي عليه، دخيلك يا ربي دخيلك. طمنيني يا مو. تقبر قلبي. راح ابوك، راح ابوك يسال عن اختكم بالمخفى. والدك رح تلتقى وش السعد يا مو؟ لك لك أنا أمي بدها تلتقى، لك بدها تلتقى، بدها ترجع لنا سالمة غانمة. هي يالله، هي يالله، عبوا العسل بالجرة، طعموها للحلوة لي أم خدود مطواية. قبل ما يجوا النحلة يسرقوا هم العسل. هي يالله، هي يالله، حطوا العسل بالجرة. يعني معقول أبوها للبنت لهلأ ما دري بمقتل عباس؟ يا عبي شو معك؟ لك إذا كان مو مشان خاطر ابني مشان يجي ياخذ بنته، كل شغلة بتحط العقل بالكف. العافية يا مو. أهلين يا مو، طمني شو صار معك؟ برمت على كل ما عارف أخي يا مو، على كل ما عارف أخي. بعمرهم بحياتهم مو شايفين أخي عباس عم يتعرض مع تاجر حلبي أو بيعرفوا شي عن حلبي، ما بعرف. سلام قولا من رب الرحيم. فتر راسي يا مو، فتر راسي من الصبح من قرني لقرني، ولا تتعبي. طيب والعمل لك أمي والعمى؟ والتاني أبوها، شلون بيرمي بنته هيك رمية؟ علي الحلال ما عم بفهم، شغلة بتحط العقل بالكاف. والله أنا كنت هلأ عم بسأل حالي نفس السؤال، بس على قولة المثل لك أمي، قال الغايب عذره معه. أنا عذر يا مو، أنا عذر وبطيخ بمسمر، واحد بنته من لحمه ودمه بيرميها هيك وبيمشي. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. خوش أخي الله يرحمه، وصاني وصل البنت لأبوها يا مو، هو وصاني. وما قال لك شو اسمه؟ ما لحق يا مو، قبل ما يقول سلمها. يا ولي على طول، ولي علي عليك يا ابني. أنا هد حالي وحرق قلبي قبل ما يقول سلمها. يعني
الله يرحم تراب. بصراحة يا أخوان سمعنا من مدة بدورية فرنساوية ماسكين بنت عمرها من سنتين لثلاث سنوات وبحجة انه قرايبها ضد الفرنساوي. ايوه. ومثل ما فهمت بحيث لما كانت الدورية اخذ البنت طلعوا لهم رجال وعلقت علقة قوية من دين الله مولاها. المهم وصلنا للزبدة لك ابو عزو. شيك؟ شو صار بالبنت يا ابو عزو؟ فهمت بانه قتلت بالطوشة اللي صارت بالشاغور. ابو عزو يرحم والديك لا تقولها. وحد الله يا ابو طالب وحد الله. استهدي بالرحمن ابو عزو. انتو سألتوني وانا جاوبتكم يا جماعة. يا الله يا الله وحد الله وحد الله يا ابن الحلال. لك مشان حفيدك رجال عندي شدائد يا ابو طالب. وحد الله وشد حيلك. وحد الله. لا اله الا الله محمد رسول الله. وجسمان البنت وين صارت اراضيها ابو عزو؟ دفناها بمقبره باب الصغير. لا اله الا الله محمد رسول الله. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي الله ونعم الوكيل.